السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد البسطيله اللي ساهله بزاف وكتجي رائعه. عندي هنايا واحد الكميه ديال الحوت، عندي السيبيا، وعندي واحد العلبه ديال لي شامبينيون، وعندي هنايا الحوت الابيض، وعندي هنايا واحد الكميه ديال الكروفيت، وهنايا نص كاس ديال الحامض. غادي نزيد شويه ديال الزيت على المكونات، وتقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، غادي ندير داك الحوت ديالنا يتشحر، ومن الاحسن تجهدوا عليه العافيه باش ما يطلقش لكم الماء. ملي كنحسو بالحوت ديالنا طاب كنبداو نضيفو العطريه. عندي هنايا العطريه ديال البسطيله، كتجي رائعه في المذاق، ولا درتوها تقدروا تكتفيو بها غير هي بلا ما تحتاجوا ديروا العطريه الاخرى. عندي هنايا العطريه ديال الحوت، وعندي هنايا شويه ديال البزار، وشويه ديال التحميره، وشويه ديال القزبر والمعدنوس. صافي، انا غادي نكتفي غير بهاد العطريه حيت انا درت العطريه ديال البسطيله فيها كلشي بلا ما نحتاج نزيد العطريه الاخرى. وانتم الا بغيتو تضيفوا العطريه الاخرى ضيفوها، ماشي مشكل. ديروا شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكنجبير. وهنايا غادي نضيف نص كاس ديال الحامض، والكروفيت، وهنايا غادي نضيف بعض القطرات ديال الصوجة الا ما عندكمش ماشي ضروري. هنايا وجدت الشعريه الصينيه اللي درتها في المطايب وخليتها حتى طلقات مزيان، ومن بعد قطعتها بالمقص. غادي نضيف لها ديك الحشوه ديال الحوت، وغادي نضيف هنايا شويه ديال الزيتون مقطع على حسب الرغبه، الا بغيتو ديروا، الا ما بغيتوش ماشي ضروري. وغادي نضيفو هنايا شويه ديال الفرماج الاحمر مخلط مع الموتزاريلا. صافي، وكنخلطوه مزيان، ومن طبيعه الحال ما كنضيفو الفرماج الاحمر حتى كتكون الحشوه بردات لينا مزيان. هنا كنجيب الطاوه ديالي اللي غادي نخدم فيها، كندهنها مزيان بالزيت، وكنجيب الورقه كنفرشها على هذه الطريقه، وكنبدا ندهن مزيان مزيان بالزيت،
وكندير ورقة اخرى الوسط كما كتشوفوا معايا. ما نحتاج لا طحين لا والو، كتلصق غير بالزيت صافي. وكنخوي الحشوه ديالنا، وكنجيب ورقة أخرى كنحطوها من الفوق وكنطويها على هذا الشكل. نتوما تقدروا ما ديروهاش، أنا هنايا درتها غير على حساب الديكور وصافي. كنقدوها بهذه الطريقة وما تخافوش راه ما كتحل ما والو. من بعد كنتقبو البسطيلة ديالنا مزيان بالكيردون باش ما تنفخش لينا في الفران. صافي، وهذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا، كيجي على هذا الشكل، كتجي رائعه في المذاق. كنتمنى انكم تجربوها وما تنساوش ديروا ليا لايك للفيديو الا عجبكم، ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله مع وصفه جديده.